نزار حيدر، حتى فقط يعني نكون موضوعيين في تقييم تجربة الكاظمي، هل فعلا هي الأسوأ في تاريخ العراق الحديث كما وصفها الأستاذ اياد، وبالتالي لا تستحق أن يجدد لها الثقة لولاية جديدة، لولاية ثانية؟ لا، ليس كذلك. أولا السيد الكاظمي يعني الحديث ليس حديث عن تجديد لولاية ثانية، لأنه هو أساسا ما أجب ولاية أولى حتى يجي ولاية صحيح. ثانية. نعم، تجديد الثقة. أنا إذا يعني تسمح لي هذا. إذا تسمح لي أعلق. نعم يعني خلينا نقول استمرارا أو كذا. أولا أنا أحب أن أعلق على نقطتين. النقطة الأولى موضوع تدخل السنة والكرد في تسمية رئيس الوزراء. حقيقة يعني التجربة اللي مر بها العراق من 2005 ولحد الآن، الرئاسات الثلاث، تسميات الرئاسات الثلاثة، رئيس مجلس النواب ونائبيه، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، الكتل المكونات الثلاثة تتدخل فيها، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال المساومات. صحيح. يعني سيد جعفري مثلا مضاه، السيد المالكي بالدورة الثانية عندما كان مستقتل على الولاية الثالثة، من الذي ركله؟ وهاي واحدة. فالكل يتدخل حقيقة. صحيح. الكل يتدخل، لكن يتدخل بطريقة من الطرق، تارة بشكل مباشر وتارة بالمساومات ويعني ابتزاز أو سميه ما شئت. أما موضوعة أنه رئيس وزراء سيأتي من خارج كنت أتمنى أسمع كلام جديد من الأخ العزيز عياد، لكن هذا كلام يعني قضية أنه ما يصير أي واحد من الرؤساء القدماء، هذه المرجعية الدينية العليا قالتها قبل يمكن أكثر من سنة، كلنا نتذكر ذلك زين، وأنا شخصيا من ذهبت إلى ذلك. موضوعة أن رئيس الوزراء يأتي من غارج، سيد عادل عبد المهدي جاء بهذه الطريقة، السيد الكاظمي جاء بهذه الطريقة، يعني هذا ليس بالشيء الجديد. الشيء الجديد أنه من الذي سيتحكم بمجيء رئيس الوزراء الجديد، أو من الذي سيتحكم بتسمية رئيس الوزراء، من صاحب القرار؟ هذا المهم. أنا أتصور وهذا يمكن كلام أنا قلته في برنامج سابق مع حضرتك، قلت أنه يعني الفائزون الثلاثة الأقوياء سيكون لهم قصب السبق في كل شيء، من دون أن يعني ذلك أنهم سيلغون الآخرين، يعني كل واحد بحجمه. وإذا الطرف الآخر مصمم نعم. يعني مثلا يقول لك هناك فيتو من المالكي على الكاظمي، نقطة رأس سطر. لا، فيتو هو ايش قد عنده؟ هو كل 24 مقعد، كل واحد يرد يخلي فيه، يعني أي فيتو أقوى، فيتو الحزب الديمقراطي الكردستاني أو فيتو تقدم أو فيتو التيار الصدري أو فيتو مثلا سيد عمار الحكي الذي لا يمتلك إلا مقعدين. هي مو قضية أنه هذا يسوي فيتو وذاك يسوي فيتو، لا، القضية ليست كذلك. أنا في رأيي على اعتبار أن الشيء الجديد في هذه الانتخابات، وهاي أنا قلتها أكثر من مرة، الشيء الجديد في هذه الانتخابات أن الفارق بين الفائز الأول سواء كان في الكتل الشيعية أو الكتل السنية أو الكتل الكردية، الفارق بين الفائز الأول وأكبر الخاسر أو البعض الفائز الثاني هو بالنسبة إلى الكتل الشيعية 1 إلى 3، بالنسبة إلى الكتل السنية نصف، بالنسبة إلى الكتل الكردية نصف. وهذا ما صار بالدورات الانتخابية السابقة، يعني بالمرة السابقة عندما توافقت الفتح وسائرون، إيش قد الفرق كان بيناتهم؟ كان بيناتهم 4 أو 5 مقاعد، مو ثلث، مو عدد ثلث. مو احنا نرجع أستاذ نزار، لغة الأرقام أستاذ نزار، لغة الأرقام ليس لها قيمة
في المسألة التوافقية ما بين الكيانات السياسية. أذكرك بتجربة مصطفى الكاظمي. لا لا مصطفى الكاظمي، مصطفى الكاظمي صار رئيس وزراء، صار رئيس وزراء بعيدا عن لغة الأرقام، بعيدا قريبا من التوافق السياسي. لا 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 ليس كذلك. التوافق السياسي مع الأخذ بنظر الاعتبار الأرقام. هسه أنا أسألك سؤال، ب 2018 السيد عادل عبد المهدي عندما تم الاتفاق عليه، من الاتفاق عليه؟ أكبر كتلتين شيعية والباقين التحقوا بيهم، يعني حتى دولة القانون. صحيح دولة القانون كانت رافضة، لكن حضرت ليلة عرس ليلة التنصيب، كلنا نتذكر ذلك. فالأرقام لها دور، لكن دون أن يعني ذلك تجاوز الآخر. جيد أستاذ نجار، يعني اليوم ليس